السلام عليكم تلاميذ السنة الثالثة، أهلا بكم مرة أخرى إلى حلول أجنب معارفي والتمرين الثاني صفحة 50 في منافسة كرة اليد. خصص المنظمون 5300 تذكرة للفريق المحلي وللفريق الزائر حصة تقل ب2200 تذكرة عن حصة الفريق المحلي. الفريق المنظم والفريق المحلي خصصوا له 5300 تذكرة، بينما الفريق الزائر خصصوا له فقط 2200 تذكرة. ما هو عدد التذاكر المخصص للفريق الزائر؟ عفوا، الفريق الزائر خصصوا له حصة تقل ب2200 عن حصة الفريق المحلي. إذا العملية التي نقوم بها لزيادة عدد تذاكر الفريق الزائر ما هي؟ هي عملية طرح. نطرح 5300 ناقص 2200، 5300 ناقص 2200 إذن 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 تساوي 0، 3 ناقص 2 تساوي 1، 5 ناقص 2 تساوي 3. إذن عدد التذاكر المخصص للفريق الزائر هو 3100 تذكرة. إذا علمت أن التذاكر غير المباعة هو 1100 تذكرة، ما هو عدد المتفرجين الذين حضروا المباراة؟ إذا لنعرف عدد المتفرجين الذين حضروا المباراة، يجب علي أولا أن أعرف عدد كل الحصص المخصصة، سواء للفريق المنظم، هذا فريق المنظم، الفريق المحلي، والفريق الضيف، فريق الزائر. الفريق المنظم خصوا له 5300 تذكرة، والفريق الزائر خصوا له 3100 تذكرة. هم الفريق المحلي خصوا له 5300 تذكرة، والفريق الزائر خصوا له 3100 تذكرة. إذا لأعرف أولا الحصص المخصصة للفريقين المحلي والزائر، بس نعرف الحصص المخصصة للفريقين، لكل الفريقين يعني جاء للمتفرجين، أقوم بعملية أولا عملية جمع. أجمع 5300 زائد 3100، 5300 زائد 5300 زائد ماذا أعزائي التلاميذ؟ زائد 3100. يعني هذه 5300 هي الحصص المخصصة للفريق المحلي، و 3100 هي المخصص الحصص المخصصة للفريق الزائر أو الضيف. وأقوم بعملية الجمع. 0 زائد 0 أجد 0، 0 زائد 0 0، 3 زائد 1 4، و 5 زائد 1 تساوي 8. الآن راني وجدت عدد التذاكر المخصصة للبيع، يعني سواء للفريق المحلي ولا للفريق الضيف. الآن وجدت عدد التذاكر المخصصة للفريقين سواء المحلي أو الضيف، وهو 4800 تذكرة، 8400 تذكرة، 8400 تذكرة. من هذا التذاكر 8400 تذكرة نتبع، إذا علمت أن عدد لم يباع يعني لم تبيعش، عدد التذاكر لم تبيعش هو 1100 اللي بقى في المكتب، ما تبيعش هو 1100. من أصل 8400 تذكرة كانت مخصصة للبيع. إذا الآن أقوم بعملية أطرح ماذا من ماذا؟ إذا أطرح 8400 هي عدد التذاكر التي خصصتها إدارة الملعب للبيع، 8400 تذكرة لم تباع منها 1000
ومئة بقيت في مكتب يعني الجيشي. لم تباع. صفر ناقص صفر 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 ناقص صفر صفر أربعة ناقص واحد ثلاثة، ثمانية ناقص واحد تساوي سبعة. إذن عدد المتفرجين الذين حضروا المباراة هو 7300 متفرج، 7300 متفرج، يعني عدد تذاكر المباعة هي 7300 تذكرة ل 7300 متفرج. شكرا أعزائي على المتابعة، ونلتقي مع الجزء